السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم مطبخ أميرة، وإن شاء الله يتلقاكم هذا الفيديو تكونوا في أحسن الأحوال. وديما الغالية ديالي كنلبي لكم طلبات ديالكم، واليوم جبت لكم وصفة مسمينة لجميع الفئات، للحوامل، للمرضعات، للأطفال، للكبار. وصفة رائعة جدا بمكونين فقط، وإن شاء الله هذه الوصفة كتعالج الفقر الدم أي النقص في الحديد، وكتعالج الهشاشة العظام أي النقص في الكالسيوم. هذه الوصفة رائعة جدا جدا جدا، غديروها إن شاء الله وغتسمن لكم الجسم ديالكم، وغدير لكم الحنيكات إن شاء الله، غادي تودعوا النحافة نهائيا. بغيت منكم فقط لايكات 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 باش يترفع الفيديو ويشوفوا أكبر عدد من المشاهدين، باش القناة ديالنا تكبر. وايضا ما تبخروش عليا بالبارطاج، يعني تشوفوا الفيديو وتبارطاجيو مع الاصدقاء، وتبارطاجيو في المواقع التواصل الاجتماعي باش تنشر الفيديو ويستافدوا، وتكون استفادة ان شاء الله للجميع. وقبل ما نبدا الوصفة ديالنا ان شاء الله، بغيت منكم اننا نصلي على نبينا كيف ما تعودنا. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وحتى نتوما صلوا على نبينا في التعليقات باش يكون ليا ولكم الاجر كذلك. وما طولش عليكم، دخلوا مباشره نتعرفوا على الوصفه باذن الله. بسم الله على بركه الله. الوصفه ديالنا اليوم وصفه مكوناتها طبيعيه ومغذيه في نفس الوقت، وايضا كتسمن. اول حاجه كنحتاجو العلبه ديال الياغورت، يعني الزبادي يكون طبيعي، ولا ما كانش ما محصلينش عليه طبيعي ديروا اي نوع ديال الياغورت نتوما اللي كتحبوا. صافي غنحتاجو هذه العلبه ديال الياغورت باذن الله. غادي نضيفوا ان شاء الله جوج مكونات اللي غنضيفوهم على العلبه ديال الياغورت، طريقه سهله وسريعه. اول مكون هو العدس الاحمر. عدس احمر وريته لكم بهذا الشكل باش تشوفوا، ولكن غادي نحتاجوا العدس الاحمر يكون مطحون. هذا هو الشكل ديالو وهو مطحون. العدس الاحمر اول حاجه كننقيوه، كنغسلوه وكنحمصوه، كنحطوه في المقلاه كنحمصوه. من بعد ما كنحمصوه كنطحنوه، وملي كنطحنو ضروري انكم تغربلوه، تغربلوه مزيان. راه كيتباع العدس مطحون، الا بغيتو تاخدوه مطحون، ولكن ملي جبتوه الا شريتوه مطحون غادي تعاودو تحمصو وتغربلوه. ولا جبتو العدس عادي كيما وريتكم حمصو وطحنو على اليد ديالكم، من احسن الحاجه اللي غادي تناولوها نجيبوها على اليد ديالنا نحمصوها نطحنوها ونغربلوها. ما نقولش لكم هذا العدس الاحمر رائع جدا لعلاج اللي عندها الفقر الدم، النقص في الحديد اللي يقليها العدس الاحمر. خصوصا العدس الاحمر قوي قوي جدا، غنحتاجو فيه هكايا الملعقه ديال ملعقه صغيره ديال القهوه، غادي نحتاجو فيها المقدار ديال العدس الاحمر. ما نقولش لكم بالنسبه للعدس الاحمر رائع جدا، بحال هكا اللي عندها نقص الحديد وايضا كيعالج الفقر الدم، راه مفيد جدا هذا العدس الاحمر. اش نقول لكم، راه غني 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 جدا بالمعادن والفيتامينات، كيخلي الجسم يسمان بسرعه هذا العدس الاحمر. دابا غادي نخلطوه كاع في علبه الياغورت. غادي نضيفوا واحد المكون رائع جدا، مكون رهيب كيخلي هذه الوصفه ديالنا مسمنه سريعه جدا ومغذيه، خاصه اللي عندهم نقص الكالسيوم اي الهشاشه العظام، وايضا اللي عندهم نقص في النمو. نقص في النمو خصوصا هذوك اللي كيظهروا قصار، يعني عندهم نقص في النمو خاصه الاطفال، يليق لهم هذا المكون، وهو الحبوب الدرع. كنسميوها الحبوب الدرع، وحنا المغاربه كنقولوا ليها حبوب إيلان، وكل اللي كيسميها لنجبار بالجزائر كيسميوها لنجبار، كتجبر العظم، وكتسميوها ايضا البشنه. هاد إيلان راه من الحبوب الرائعه، من حبوب الذره. ما نقولش لكم هاد الإيلان زوينه، ديروها في العجينه ديالكم، ديروها في الاطباق ديالكم، في العجين ديال الخبز. ما نقولش لكم هاد
هاد النوع ديال الذره، هاد الفصيله اش نقول لكم، هاد الذره غنيه بالكالسيوم صدقوني الغاليات. هاد المكون اللي ضفتوه اش غادي نقول لكم، راه غيعطيكم واحد النتيجه رائعه. غادي نستعملو الان غادي نستعملوه ماشي حبوب، غادي نستعملوه مطحون. هذا هو الشكل ديالو ملي كنكونوا طحنوه. اول حاجه ضروري من تحميص الحبوب وطحنوها وتغربلوها، هذه احسن حاجه. حنا علاش كنقول لكم، حمصوا عاد طحنوا باش تكون خفيفه على المعده، وخفيفه على المعده وايضا تجيكم بنينه، يعني متناولوا الوصفه تجيكم بنينه ايضا وتكون مفيده للمعده. شنقول لكم، غادي تاخذوا ملعقه صغيره اخرى ديال الحبوب إيلان مطحونه، يعني ملعقه صغيره اللي كتناولوا بها القهوه، وكنضيفوها على الياغورت ونخلطوا هاد المكونين جيدا بحال هذا الشكل. وهذه هي الوصفه ديالنا، نخلطوا مزيان، او ممكن تفرغوا الزبادي في شي انيه وتخلطوا المكونات مزيان، ولكن او تخلطوها في علبه الياغورت ديريكت ماشي مشكل، كتخلط مزيان بحال هذا الشكل. وهذه هي الوصفه ديالنا. غادي نقول لكم دابا الطريقه وامتى غتناولوها باذن الله، بقاو معايا. بالنسبه لي غادي يقول لي ما بغيش نحمص المكونين، نطحنهم ديريكت، ممكن طحنهم ديريكت ما عندهم حتى شي مشكل، غير هوايا ملي كنحمصو وكنطحنو وكنغربلو كيكون خفيف على المعده وكيجي بنين وزوين. امتى غادي تناولوا هاد العلبه ديال الياغورت؟ بالنسبه هاد العلبه ديال الياغورت تناولوها في اي وقت، بعد الاكل ولا قبل الاكل ولا في منتصف النهار ولا قبل النوم، يعني في اي وقت بغيتو تناولوا علبه او علبتين ماشي مشكل، علبه وحده راه كافيه في اليوم ماشي مشكل، تناولوها. واللي باغي يدير جوج علب في اليوم يديرهم، ما كاين حتى شي مشكل. هاد الوصفه خصوصا الحوامل دائما كيجيوني في التعليقات كيبغيو شي وصفه تكون تساعدهم على اكتساب ماده الحديد وتساعدهم على اكتساب الكالسيوم، وايضا تكون مسمنه في نفس الوقت. جبت لكم هاد الوصفه، راه زوينه جدا مفيده جدا خاصه للحوامل، لان الحوامل دائما كيقلبوا على الوصفات المسمنه والمفيده. جبت لكم هاد الوصفه، ما نقولش لكم، وصفه رائعه جدا، غير جربوها واستمروا على هاد الوصفه يوميا حتى تحصلوا على النتيجه نتوما اللي بغيتوها في زياده الوزن. وراه شنقول لكم، الوصفه راه في 3 ايام كتبان النتيجه، الفرق في الجسم ديالكم تلاحظوه نتوما بوحدكم. وهذه هي الوصفه ديالنا، نتمنى انها تكون نالت على الاعجاب ديالكم. وما تنساونيش حبيباتي من اللايكات والبارطاج، وما تخليوش الوصفه عندكم، بارطاجوها مع الاصدقاء والمعارف باش الفائده تكون للجميع باذن الله. وان شاء الله نلبي لكم الطلبات باذن الله، راني كنقرا التعليقات وغادي ندير لكم الوصفات اللي نتوما محتاجين ليها ومجربه ومؤكده باذن الله. وحبيباتي كنقول لكم شكرا على المتابعه، والسلام عليكم والى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.